مرحبا، أهلا وسهلا فيكم عن جديد. باتريسيا المر معكم من شجرال، وحلقتنا اليوم هي عن الوردة الجورية الحمراء. وردة كتير حلوة، تابعوني لتعرفوا كيف اشتغلتها. بالأول معنا ستايروفوم. هيدي الستايروفوم شكلها مثل الورد، هيدي بنقدر نستعملها وقياسها 3 سنتي. هودي الطابتين، وحدة 2.5 ووحدة 4، يعني واحدة كبيرة واحدة صغيرة. بفضل ما اشتغل بهيدا القياس، رح اشتغل بالستايروفوم يلي شكله مثل الوردة. عندي واير رقمه 16، بيكون قاسي بس منه قاسي كفاية لانه يحتمل وزن الوردة، فبستعمل الشيش. فيكن تستعملوا 2 سوا وترجعوا تقووا، بنبقى منشوف بحلقات جاية. انا رح استعمل عود الخشب، عم حط له شمع سايل من فرد الشمع وبركزه محله مثل ما شايفين، وبمسح بإصبعي شوي الباقيين، انتبهوا ما تحرقوا إصبعكم. وهيك بكون جهز القاعدة لأشتغل. رح فرجيكم كيف رح أشتغل بالشريط رقم 16 ليكون عندكم فكرة إذا كنتوا عم تعملوا وردة صغيرة ما فيها وزن. منعكف الشريط مثل ما انتوا شايفين، منخليه واسع ومنحطه بنص طابة ستايروفوم ومنشده، بنحط له كمان شمع بفرد الشمع السايل. اجمالا الشمع بسايل ستايروفوم، ومنشد بالحديدة لتحت بالواير، وهيك بتغرق بقلب الطابة وبتكون صارت ماكنة. لازم يكون فيه قاعدة مروصة شوي للوردة، فأنا بزيد عليها هيدي جام بيست. فيكن تعملوا القاعدة كلها أصلا من الجام بيست، بس بتكون الوردة كتير تقيلة، ففضل يكون قد ما فيه خفف من الوزن، مشان هيك عم بستعمل ستايروفوم. ومثل ما شايفين بمسدها بإصبعي لتلزق قد ما فينا على ستايروفوم، وبروص لها راسها. والطابة كمان نفس الشي، مع العلم ما رح استعمل هيدي الطابة لأنه كتير كبيرة. نفس الطريقة، بمسدها لتحت لتلقط وبروس لها راسها، وهيك بيكونوا صاروا جاهزين، فينا نتركهم قبل بليلة لينشفوا. بالنسبة للكتر، أنا عم بستعمل 3 أنواع كتر. أول وحدة بدها تكون تقريبا النص، تاني وحدة 3/4، وتالت وحدة قياسها كامل. بالنسبة للفينرز رح استعمل 2 لأنه بفضل الصغيرة، بس مضطرة استعمل الكبيرة. من بعد ما رقيت الجام بيست، هيدا التخن اللي لازم يكونوا فيه، لازم يكونوا شوية تخين. هلأ بتعرفوا ليه عم حط كتير كورن فلاور، وبفركهم بإيدي ليعطوا مثل كأنه عنا مخمل على الجام بيست. بضلني أحركهم أو أفرك بإيدي تيختفي الكورن فلاور. مثل ما شايفين اختفى الكورن فلاور عنا، صار فيها أشتغل فيها. عم قطع بالمقطع الصغير، لازم قطع 10. أكيد كلهم بس خلص بنقلهم ع فايل، مثل ما شايفين فايل قصته على الجنب، بحط فيه كل الشغل يلي بدي اشتغل فيه بعدين، كل القطع اللي قصتهم. هودي 10 قطع صغار حطيتهم على جنب. بنفس الطريقة عملت الجام بيست بتخن مقبول، وعم قص من الوسط 5 قطع. من بعد ما خلصهم كمان بحفظهم بنفس المطرح بالفايل، وراح أقص من الكبار كمان 12 قطعة، وفيكن تقصوا أكتر إذا حبيتوا. هلأ بلشت رققهم. إذا بدكم فيكن تستعملوا الرولينج بين أكبر من هيدا، بشتغل على الطرف مثل ما شايفين، ما بقرب على القلب لأنه بدي إياه يضل تخين، مشان هيك قصيته تخين. وبنشتغل شوي البتال بالعرض أكتر من ما بنشتغلها بالطول، مثل ما شايفين بخدها يمين وشمال، بس بعطيها عرض أكتر من الطول، وما بدق بكعبها خالص. ومن بعد ما خلصهم كلهم سوا، بحطهم بالفينر وبطبع عليهم العروق الحلوين، وبحطها لميلة الوجه لضلني ميز الوجه من القفا. ومن بعدها بجيب الإدبل جلو. الإدبل جلو ببقى حطته على غطا مثل ما نكون شايفين، لأنه تما ينجوي من الأحمر. أول بتال عم برسم بشكل في، أول بتال بعملها من ميلة وحدة مثل هيدي، عملتها بس ميلة اليمين وتركت ميلة الشمال، ما عليها تلزيق، ما بدي إياها تكون ملزقة. لزقتها أعلى شوي من الرأس مثل ما شايفين، وببرمها برم، وبرجع بجيب
البتال الأولانية وببرمها وببرمهم على بعض ليصير عندي مثل جورة صغيرة صغيرة أو فراغ صغير بين اثنين مثل ما شايفين. بلشت بالقسم الثاني، كمان أول بتال بعمل عن مالة اليمين، الثانية والثالثة بشتغل فيهم في نفس الطريقة، بس كمان عم علق، بعمل مالة اليمين من النص لمالة اليمين وبعلقها. كمان التانية نفس الشي، بقسم المسافة بين ثلاثة بتال بهيدي الطريقة بنشتغلهم، بنرجع منجيب التالتة ومنحطها كمان عالية وبنبرمهم كلهم سوا وبيعملوا فراغ أوسع، يعني بنقدر نقشع منه لجوا. هلأ التالتة جبت خمسة، نحنا بعدنا بالقسم الصغير هالمرة خمسة، يعني عملنا اثنين ثلاثة وهلأ خمسة. أول بتال بس عملت اليمين والباقي في، وكمان أعلى من الراس يلي حطيناه مثل ما شايفين، بعدني عم علي الوردة. منقسمهم تقريبا على خمس أقسام بشكل البتالات يلحقوا بعض تيساعوا الخمسة. هون بزيح شوي الأولانية وبحط الخامسة وببرم عليها الأولى، بحط لها إدبل جلو وبسكر وبظبطهم. بكون بلشت أعمل، بكون صار عندي البود أو البرعم تبع الوردة بطريقة كتير حلوة. من بعد ما عطيتها الشكل المناسب رح نبلش باللي بعده يلي هن الخمسة الوسط. نفس الطريقة بعمل التراف، بشتغلون برقق التراف قد ما فيه بالعرض أكتر من بالطول، وما بقرب عكعبة، هيدا الكعب ما بقرب عليه ليبقى فيه حجم. هيدا الحجم بيعطي مسافات بين البتال والبتال، بين البتلة والبتلة. ونفس الشي عم بعملهم بالفينر تيعطوا عروق حلوين، عم نشتغل كله بنفس الطريقة. بس نخلصهم كمان رح نحط لهم إدبل جلو بالطريقة هي الزيتة، أو البتال عملت اليمين بعدين كلهم بشكل V، ومنبلش نعلقهم بنفس الطريقة. كمان هيدا الدور أعلى مثل ما شايفين، بعدني عم علي. هي أول وحدة علقتها وبالحقها بالخمسة يلي بعدها. هون أنا بس بلزق الطرف لأنه تلزيق اللي حطيته على الطرف ما بقرب على النص، بضلني بس بلحق التلزيق وين حاطة التلزيق وبلزقهم. بخلي الحجم بالنص لأني عايزته ليعطي حجم الوردة من تحت وما تطلع فلات أو تطلع ملسة من تحت. هي الوردة لأنه بيبقى فيها من مطرح كتير بتبقى نافرة، ومن مطرح بتصير أرفع. وهيك سكرنا عليهم كلهم، عملنا الخمسة بتال وسكرنا، حطيت إدبل جلو وسكرت بآخر وحدة يلي هي أول وحدة. وهيك خلصنا هيدا الدور، وبدنا نبلش بالبتالات الكبار. بعطي الفورم يلي أنا بدي إياه، بزبطه بعطيها الشكل المناسب، بتركها على جنب لأني رح بلش بالكبار. الكبار عندي قلنا بين 12 و15، بشتغلهم بنفس الطريقة. حجمهم بيكون صار كتير كبير، بس عم حافظ على كعبهم وعم رققهم. ومش مشكل إذا كانوا الفورم البتلات مختلف عن بعض، بالطبيعة ما في شي بيشبه التاني حتى بقلب الوردة بذاتها. شايفين السماكة قدي عنا، من تحت تخين ومن فوق رفيع. نشتغل كلهم عندي بين 12 أو 15، انتو قد ما بتحبوا تحطوا. نشتغلهم كلهم وبنعمل لهم فينينج. انا عم بستعمل هون الفينر الكبيرة لانه اكيد الصغيرة ما رح تساعد هيدا الحجم. انتو فيكن تكبروا وتصغروا الوردة وتعملوها مثل ما بدكن، ما في قاعدة. بس اخلص الفينينج هيدا الدور بدي بلش طعجه. بجيب شيش او البامبو ستيك، بصير بشيل من راسها شوي صغيرة لانه هي بالطبيعة الوردة شوي بتبقى عندها، خصوصا الاطراف البرانية بيبقى عندها شوي مثل مخزقين.
مثل ما شايفين عم ببرم البومبوستيك وعم حطهم بالكرتونة يلي بالإجمال بيبقوا حاطين فيها التفاح، بعطي الشكل المناسب لإلها. في ناس بحطون على ملاعق، بس أنا البتالات عندي أكبر من حجم الملاعق فما بتحملون الملعقة، ما بيطلع الشكل مظبوط، فعم حطهم بهيدي الكرتونة. من بعد ما خلص رح أتركون ينشفوا شوي صغيرة حوالي الساعة، فيكن تعطون أكتر من ساعة، بس مهم ينشفوا شوي صغيرة ليضلون اخدين شكل يلي نحنا عم نعطيون اياه هلأ لنقدر نعلقون على الوردة. هلأ من بعد ما نشفوا بلشنا بتلزيقهم، أكيد عم نحط لهم إديبل جلو. السبب أني بحط الإديبل جلو على الغطا هو لأنه باللون الأحمر بينجوي الإديبل جلو، فبحط نتفة صغيرة وبستعملهم هيك أفضل لي. بنتبه أنا وعم لزق عطول أني أكبس الطرف ما أكبس النص. وهيدي تاني واحدة مثل ما شايفين بيبقوا أخدين الشكل، بس انا عندي الفوندان شوي معذبني هيدي الفتره مع انه شريته من برا، بس بعده طري. مثل ما شايفين انا هون قلبت، صار الشغل بالمقلوب اهون لي لانه قادره اقشع وين عم حط الورقات، واكيد بكبس على الطرف وهذا بيضمن لي ثبات للورقه بمحلها. مرات الرطوبة هو عامل أساسي، أو بالشتاء ما بينشف معنا كتير الجام بيست، هيدي كمان شغلة بدنا ننتبه لها. مثل ما شايفين كمان بالمقلوب عم بكبس الطرف وبس أبرمة لميلت فوق، بشوف جمالها كيف بلشت تتشكل. مثل ما شايفين برجع ببرمة للميلة التانية وبحط بتال بتصور هيدي الرابعة. هن لما بيكونوا ناشفين أكتر بيضلون محافظين على شكلهم وبتعطي شكل الوردة المفتحة. مثل ما شايفين أنا هون عم ببرمها عم تعطي شكل وردة مطبقة، بس لما عم ببرمها لفوق عم تعطي شكل وردة مفتحة، والسبب إنه لأنه بعدهم رطبين. أنا هون ما قدرت سيطر كتير على الموضوع لأنه مثل ما قلت لكم الجام بيست تبعي منه كتير منيح أو ما عم يتعاون معي لأنه في رطوبة. ورود الجام بيست بيبقوا دقيقين، يعني بدنا ننتبه إذا كنا بأيام الشتاء أو كان في رطوبة أو التقس عنا غطيتها كله بيتأثر، فبدنا ننتبه إذا كنا عم نشتغل بالجام بيست وأي نوعية جام بيست منقدر نشتغلها. بالإضافة لأنه الوردة جمالاً لما بتشتغلوها بيبقى فيها وزن كتير تقيل، يعني نحنا إذا جينا عم نشتغلها لنحطها على كيك بدنا نعرف إنه فيها وزن. يعني إذا اشتغلنا كيك خفيف وحطينا له فوندان وجينا حطينا عليه الوردة، في احتمال كتير الوردة ما تقعد محلها، فعطول لازم نوزن الاشياء ونعرف انه عم نحط الوردة فيها وزن. مثل ما شايفين بعدني عم كمل ورا بعض عم ببرمون برم كلهم سوا. حطيت انا بتصور 13 او 14 بتلة او بتال بكبس على الطرف، وهلأ رح حط آخر ثلاثة يلي هني وسط وبنتهي منه. بضل عنا تلوينة أكيد. وهودي آخر ثلاثة مثل ما شايفين شكلهم ديفورمي، يعني شوي مجعلكين أكتر من غيرهم. كمان بحط لهم إديبل جلو وبلزقهم بشكل ثلاثة مش فوق بعض حد بعض، وهيك بكون انتهيت. وبحلقات جاي إن الله راد رح علمكم كيف نعمل الورق وكيف نعمل الكاليكس وكيف نغلف كل العنق لتطلع كأنها وردة طبيعية. وهلأ على التلوين. التلوين بدنا نتأكد إنها تكون ناشفة على طول، بس بدنا نلون بالبيتل داست لازم نكون أكيدين إنه ناشفين. أنا عم بستعمل لونين يلي هو الأحمر والباذنجاني. الأوبرجين بتقدروا تلاقوه بكل محلات بيع أدوات الكيك. وبالفرشاية منبلش نعمل النص لبرا. اللون الأحمر ما بده كتير دقة بتلوينه لأنه نحنا عم نشتغل بدنا نتلي كل الوردة لأنه أحمر بأحمر، بس إذا كنا عم نشتغل بألوان تانية إن كان أبيض عليها نتفة زهر أو بدنا نموج الألوان بنشتغل بطريقة تانية كلياً. هون عنا الحرية وبسهولة انه نحط اللون الاحمر. بدنا نبقى منتبهين مثل ما شايفين بعدها طرية،
وكمان بالآخر ما ننسى نعمل القفة تبعها، كمان هيدي شيء مهم. بدي بلش بلون الأوبرجين. لون الأوبرجين بستعمله لعبي كل الفراغات أو الأشياء يلي نتفتن أو خزقتن أنا وعم بشتغل. مثل ما شايفين الطرف بيعطوها، لما بشتغل باللون الأسود بيعطيها طرف كتير ناعم. نحنا بالإجمال لما نبقى عم نطلع على الوردة ما بننتبه له، بس إذا بتطلعوا على الوردة مظبوط بتلاقوا أنه الطرف أو أي مطرح مخسوق فيها بالطبيعة بيبقى لونه أغمق. وهيك وردتنا خلصت، إن شاء الله تكون عجبتكم. بشكر حضوركم.